نظام الدوري، ايه قصة نظام الدوري؟ نظام الدوري، يمكن الفترات اللي فاتت سمعنا نائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه بيتكلم عن انه في مقترح بانه يطبق نظام الدوري البلجيكي في الكره المصريه خلال الموسم اللي جاي. ايوه، ويمكن الكابتن حسام رحب بفكره تغيير نظام الدوري لتقليل عدد الماتشات، وبالتالي التغلب على فكره بقى الموسم الاستثنائي اللي احنا دايما بنسمعها بقى لنا 3 4 سنين في الكوره، انه دايما في تراحم مواسم ودايما الماتشات كلها ورا بعض، والضغط الكبير ده كله بينعكس طبعا على اللعيبه. ويمكن زي ما احنا شايفين يعني ده واضح كمان في الاصابات الكتيره اللي حصلت للعيبه خلال الفترات اللي فاتت. فكابتن حسام يمكن مرحب بحته انه نظام الدوري يتغير في الفتره اللي جايه، ويكون في تغيير في جزئيه عدد عشان ما الماتشات يبقاش الكتيره في فكره وضغط تلاحم المباريات المواسم. الكتير. بالظبط كده. طيب